شلون حال جديد اشتريت مريح زوزو تعاي هلا هلا شوفي شنو اشتريت اليوم بالعافيه جديد بالعافيه سمعي هذا النعال الجديد ما حد يكبه ما حد يلبسه ما حد ابدا يتعدى من يم سمعيني كم شاري هذا ما عليك بلاستيك دفع الدم قلبي بلاستيك شنو بلاستيك هذا بي سبرينجات هذا تو نازل للسوق سمعي هسه بخلي هنا ندير بالك عليه ما اريد الشمس طقه ما اريد اي شيء يصير بي دبانه ما توقف عليه زيت قصين هاي النكاشه اي دبانه توقف عليه مو طقيها كشيها حتى مو تنجعس عليه زين سمعتي راح ادخل انا اخ وانا اخر وقت شنو هاي هاي نهار ابو هاي بالفياي وهاي بالشمس كشت ويلي هسه شو راح اسوي فيه راح اقرع راسي تو مشتري جديد وش راح اسوي هسه لازم اقول له بعد شوي يلبس فرده وفرده يا عيني اشتريت تعرف شنو النعال مريح تو نازل للسوق يقول بي سبرنجات ابد ولا تحس فيه يخبط ماكو هيج ما عليك بي اشتريت دفعت مي دم قلبي مثل ما يقولون نعال دوا جاي ادق عليك بعدين نسرى هنا باي نسرى شو تريدين مو نسرى تو عبر تفضلي شو تريدين شو تريدين شوف قامت احكي شكو زين طبي درو انا ما راح اعرف اقدر اشرح يعني شوف انت بنفسك واحكم ليش ما ادري شنو ما تدري انت ناسي برا مو احنا ما علينا شنو انا ممكن مشان خليه بالشمس انت ناسي مش علي وليش شلون هسه لو اثنين مسوائين نقول بس هاي حتى ما تدخل ليش هيك ليش لعد هاي شبيها ما طقتها الشمس وهاي طقتها عشان فياي عليها عافيه شمس هيك تموعه انا شعلي هاي مشكلتك انت اللي خليتها بالشمس انا مو قلت لك تدير بالك على نعالي واري دبانه وحتى من تجي الدبانه ما طقيها عليها انا ادير بالي على البيت على الاولاد على الطبخ حتى على النعالي يا عمري لا عاد شو تسوي انت شو قاعده النهار كله تجي الدبان انا النهار كله اي دبان لعد منو قولي لي ها انا علي الشغل كله قولي لي شو تسوي هذا تروحين تنقعينه بالماي يا ماي ماي حار بس كت يرجع ما يرجع بعد لا ما يرجع وش كم قيمته ينخصم منه فلوسك يا هي شنو يا هي راتبك الشهري اي متعول مره سمع. مو انت كلها خصومات ما يطلع لك شيء طبعا دائما مديونه شبيك